المرحلة الأولى لعملية مرحبا تصل ذروتها. 3 ملايين عابر لميناء طنجة المتوسط هو العدد المرتقب بلوغه خلال الأيام المتبقية لعيد الأضحى، توافد مهم لمغاربة العالم من أجل الاستمتاع بعيد في جو عائلي مغربي. جيت من مرسم إسبانيا، الحمد لله داز كلشي بخير، ديوانا مزيان، باطو مليح بخير وعلى خير. جينا ان شاء الله باش نعيدوا مع العائله ونشطوا معاهم وندوزوا الكونجي ديالنا مزيان ونرجعوا للخدمه ديالنا ان شاء الله. الحمد لله الطريق داز مزيان، الامور على ما يرام، الديوان راه خدامه خدمتها، كلشي مضبوط، اللهم لك الحمد. والمغرب راه زوين وحنا فرحانين نجيو لبلادنا وهذا الشيء اللي كاين. خلال الاسبوع الاخير كنلاحظوا واحد التوافد كبير ديال الافراد الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة استعدت بما فيه الكفاية لهذه العملية. كاين أعوان اللي تم تعزيز الأعوان الموجودين على متن البواخر اللي كيقوموا بتسجيل بيانات القبول المؤقت للسيارات، كما تم تعزيز أيضا الأعوان الموجودين بنقاط المراقبة الأرضية. العملية الحمد لله تسير في ظروف جيدة، في ظروف جد مناسبة. لحد الساعة تقريبا 110 ألف سيارة اللي سجلناها في الدخول الحدود واحد من شهر أغسطس من هذه السنة. كاين تواجد ديال كل المسؤولين، الكل متتبع لهذه العملية، وإن شاء الله كنطمحوا باش نقدموا أحسن الخدمات لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وندوزوا هذه المرحلة اللي هي مرحلة كتعرف واحد التوافد كبير قبل عيد الأضحى المبارك. مرحلة دقيقة تتطلب يقظة ومتابعة آنية، ذلك بالتنسيق مع سلطات ميناء الجزيرة الخضراء من أجل تسريع انطلاق الرحلات البحرية من الميناء. ميناء طنجة المتوسط جميع الموظفين والسلطات مستعدة لاستقبال مغاربة العالم من أجل ضمان انسيابية وتسهيل عبورهم بالميناء. أيضا نحن نقوم باتصال دائم مع السلطة المينائية الإسبانية من أجل التنسيق. لقد قمنا أيضا بمجموعة من التدابير من أجل ضمان انسيابية تدفق العربات، أهمها تقليص مدة إقامة البواخر داخل ميناء طنجة المتوسط للمسافرين من أجل ضمان عدد الرحلات اللازمة والحفاظ على الطاقة الاستيعابية اليومية. على مستوى طنجة المتوسط وصلنا لواحد المرحله اللي كنسميوها مرحله الذروه، وهذه المرحله اللي كتمتاز بدخول المغرب بواحد الكثافه كبيره كذلك، وهذه الكثافه اللي يمكن لها توصل الى اكثر من 20 الف مواطن اللي كيعبروا لهذا الميناء يوميا واكثر من 5000 سياره، وبالتالي جميع الاجراءات متخذه من اجل ضمان عبور امن وسلس خلال هذا الاسبوع. مقارنة مع السنة الماضية تم تسجيل ارتفاع بنسبة 11% بالنسبة للأشخاص و10% بالنسبة للسيارات في المرحلة الأولى لعملية مرحبا.